أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الدرس تقنيات بسيطة للاستعمال اليومي يمكن أن تزيد من درجة فعالية استخدامكم لتوزيعاتكم المفضلة على أنظمة لينكس. أنا سأقوم بتطبيق كما ترون على توزيعات أوبونتو، لكن أغلب هذه التقنيات يمكن تطبيقها أيضا على توزيعات أخرى، خصوصا تلك المعتمدة على توزيعات ديبيان كأوبونتو بواجهتها المختلفة وأمانت أيضا بواجهتها المختلفة. إذا أبدأ بشيء يمكن أن تصادفه بكثرة، وهو حين تجدون مثلا في بعض المواضيع أمر لإدخاله في الطرفية. التعامل السائد على ما أعتقد هو أنك تقوم باختيار ذاك الأمر والضغط على كنترول سي لنسخه، وفي الطرفية تحاول لصقه عن طريق الضغط على كنترول في، لكن لا شيء يحدث. طريقة النسخ في الطرفية مختلفة، يمكنك أن تقوم بالضغط يمين واختيار ألصق، أو إن كنت ممن يستعمل اختصارات لوحة المفاتيح فاختصارات النسخ أو اختصار النسخ في الطرفية هو كنترول شيفت في، إذا تضيف زر شيفت للنسخ تضغط على كنترول شيفت سي، وللصق تضغط على كنترول شيفت في. عن النسخ، بما أننا نتكلم عن النسخ أكمل، لكن هذه المرة في متصفح الملفات نوتيلوس وأيضا متصفحات الملفات المعتمدة عليه كمتصفح الملفات الخاص بتوزيعات منت برنامج نيمو. يمكنك أيضا لو كنت تريد القيام بنسخ ملفات عديدة أو مجلدات عديدة في مجلد واحد، يمكنك الاستفادة من خاصية اللوح الإضافي الذي يمكنك أن تظهره إما بالانتقال إلى قائمة عرض، وهنا اللوح الإضافي، أو كما تلاحظون بالضغط على F3 F3 فيظهر لوح إضافي على هذا الشكل. أن يمكنك التنقل داخل جزء للملفات التي تريد نسخها ونسخها في الجزء الآخر عن طريق جرها مثلا على هذا الشكل فقط كما تلاحظون الآن، أو عن طريق الضغط يمين، وهنا ينضاف خيار انقل إلى اللوح الأخرى، يمكنك إعادتها أيضا من الجزء الآخر. إذن هذه طريقة للنسخ بسهولة داخل متصفح الملفات نوتيلوس والمتصفحات المعتمدة عليه. تقنية أخرى داخل متصفح الملفات نوتيلوس هي ما يسمى بالعلامات. العلامات هي الملفات أو المجلدات المفضلة. يمكنك مثلا لو كنت تستعمل مجلدات بكثرة يمكنك أن تضيفها للعلامات للانتقال لها بسرعة. مثلا لو أردت أن أضيف هذا المجلد للعلامات، أدخل إليه وهنا في العلامات أضغط علامات وأضف علامة أو كنترول دي كما تلاحظون فينضاف إلى قائمة العلامات. الآن لو كنت في أي مجلد آخر يمكنني الانتقال إليه فقط عن طريق الضغط على اسمه داخل قائمة العلامات فأنتقل له مباشرة. يمكن حذف العلامة عن طريق الضغط يمين واختيار احذف، يمكن أيضا تغيير اسمها. إذن هذا بالنسبة لمتصفح الملفات نوتيلوس. تقنيتين يمكن تطبيقهما على أي توزيع تعتمد على هذا المتصفح. أعود الآن للمنزل لأقدم تقنية خاصة بالبرامج، وهي تغيير البرامج الافتراضية. مثلا لنفترض أن لديك هذا الملف تريد أن تفتحه افتراضيا ببرنامج ما. أنت الآن لو ضغطت عليه مرة سيفتح بقارئ، لأنه بامتداد OGV سيفتح بقارئ الأفلام الافتراضي لتوزيعات أوبونتو الذي هو برنامج توتم. لكن أنت تريد أن تكون مثلا الملفات التي بهذا الامتداد تفتح ببرنامج VLC أو SMPlayer، برنامج من اختيارك، كي تتجنب دائما عملية ضغط يمين وافتح باستخدام وهنا تختار البرنامج. يمكنك تغيير البرنامج الافتراضي لفتح هذا البرنامج هذا الملف أو هذه الصيغة عن طريق ضغط يمين، انتقال الخصائص، وهنا ستجد قائمة باسم افتح باستخدام. ستجد هنا التطبيق المبدئي، أنت ستختار التطبيق المبدئي الذي تريد، مثلا SMPlayer بالنسبة لي أريد أن أفتح ذاك الملف افتراضيا بSMPlayer، وهنا تضغط اجعله المبدئي. الآن أصبح SMPlayer هو البرنامج أو التطبيق المبدئي لفتح الملفات ذات امتداد OGV. يمكن تطبيق هذه التقنية على أي ملفات بصيغات أخرى لفتحها بالبرنامج الذي تريدون افتراضيا. طيب، هذا بالنسبة للبرامج. شيء آخر أريد أن أشير له، أو شيئين، هناك شيئين آخرين، هو مؤشر الصوت في واجهة يونيتي، مؤشر متقدم يتم إضافة
المقطع الصوتي الذي تستمعون إليه إلى المؤشر من هنا لتتمكنوا من التحكم في إيقافه أو تشغيله، المرور للمقطع الموالي أو الرجوع للمقطع السابق. لكن شيء آخر أنا أستعمله بكثرة هو شيء بسيط، وأني بدل أن أضغط على مؤشر الصوت لتغيير الصوت وأجر مؤشر الصوت من هنا، فيمكنك فقط التأشير على مؤشر الصوت على هذا الشكل، وبعجلة الفأرة تدير العجلة أمام للزيادة في شدة الصوت أو خلف لنقص شدة الصوت. نفس الشيء ينطبق على اللغة، يمكنك فقط التأشير على مؤشر اللغة وإدارة عجلة الفأرة يمين أمام أو خلف للتنقل بين اللغات. شيء أخير أريد الإشارة إليه في هذا الدرس هو متعلق بمن يستعمل أكثر من توزيع أو حتى ويندوز إلى جانب حتى توزيعات لينكس، فيمكنه استخدام تقنية الحسابات على برنامج فايرفوكس. أنا قدمت درس خاص بها ستجدونه في إنترنت دورة فايرفوكس، ستجدون درس لكيفية إنشاء الحسابات واستخدام نفس الحساب على أكثر من نظام تشغيل. لهذا يمكنك دائما الاحتفاظ على نسخة أو حساب خاص بك حتى انتقلت لاستعمال توزيع أخرى أو نظام تشغيل آخر، حتى لو لم يكن من أنظمة لينكس، وبالتالي لا تضطر لإعادة تغيير الإعدادات حين تنتقل من توزيع إلى أخرى أو من نظام إلى آخر. نفس الشيء ينطبق على برنامج ثاندربيرد. روابط هذين الموضوعين الخاص بفايرفوكس وثاندربيرد مدير ملف الرسائل الإلكترونية ثاندربيرد أيضا يمكن إنشاء حسابات به واستخدامها على أكثر من توزيع لتحافظ على إعداداتك ورسائلك الإلكترونية في التوزيعات التي تستعمل جميعها. إذا قلت رابطي هذين الموضوعين سأضعهما في وصف الفيديو على يوتيوب وأيضا